وحدة من نحن. نصوص القراءة. عمالة الأطفال. النص الثاني هو من مذكرات أحمد. بالنسبة إلى مهارة الاستماع فسيتم تطويرها من خلال مشاهدة برنامج خواطر بعنوان عمالة الأطفال، واليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. بالنسبة إلى مهارة التحدث سيتم التحدث عن هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية. أما بالنسبة للمهارات الإملائية فستكون همزة الوصل وهمزة القطع علامات الترقيم. أما بالنسبة إلى القواعد النحوية فستكون أقسام الكلام وأزمنة الأفعال. فسيتم تطوير مهارات التواصلية والمهارات الاجتماعية خلال هذه الوحدة. منك عزيزي المتعلم في هذا الأسبوع أن تعرف عن نفسك بأسلوب شيق موظفا استراتيجية من أنا. سنبدأ بالمهارة الشفوية وهي التحدث. سنتحدث عن أهم الحضارات الموجودة في الأردن عبر الزمن، ثم سنبدأ بالنسبة إلى اللغة المكتوبة بالقراءة من خلال قراءة نص مدرسة السلط الثانوية. أنشطة كسر الجمود. الهدف: كيف أعرف عن نفسي بأسلوب شيق موظفا استراتيجية من أنا. النشاط الأول: أن تكتب صفة مثيرة لاهتمامك على ورقة ملونة، ثم تقوم بطيها وضعها في الصندوق. ثم سنوظف مهاراتنا التفكير ومهاراتنا التواصلية لمعرفة اسم الشخصية. النشاط الثاني: سوف تتأمل صور الحيوانات التي أمامك، وستخبرنا ما هو الحيوان الذي تراه يعكس شخصيتك ويشبهك في الصفات. مثلا أرى نفسي كالصقر عندما أحدق لتحقيق هدفي. الحصة الثانية ستكون عن الاتفاقية الصفية. سنقوم بعقد اتفاقية صفية فيما بيننا يتم تطبيقها خلال العام الدراسي، ثم نقوم بتوقيع العقد السلوكي. الحصة الثالثة سنبدأ بالمهارات الشفوية التحدث. سنتحدث عن هرم ماسلو و الهدف منه كيف أتوصل للحاجات الأساسية من خلال هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية. سنوظف المهارات التواصلية ومهارات التفكير لمعرفة ما هو الترتيب الصحيح لهرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية، مظهرا ملمحي التفكير والتواصل ضمن مفهوم الوظيفة. المهارات الشفوية: مهارة الاستماع. سنستمع إلى برنامج خواطر 11 بعنوان ابتسامة الحرية عمالة الأطفال. سنناقش التحديات والفرص والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وما هو الأثر الناتج عن حرمانهم من حقوقهم، من خلال توظيف العديد من استراتيجيات التعلم النشط موظفين مفهوم المسؤولية. المكتوبة: سيوظف المتعلمون مهاراتهم التواصلية من خلال قراءة نص عن حقوق الطفل، حيث سيقرأ النص من خلال مراعاة معايير القراءة الصحيحة، ثم سنوظف الكلمات الجديدة في جمل تامة المعنى من إنشاء المتعلم. سنقوم بمناقشة أسئلة الفهم والاستيعاب من خلال استخدام العديد من استراتيجيات التعلم النشط، مثل قراءة الأقران، مسرح التمثيل وأخرى ضمن مفهوم المسؤولية.